لي اخت وابوايا يريدان زواجها من رجل فاسق، فهل امنعهما من ذلك؟ لي اخت وابوايا يريدان زواجها من رجل فاسق، فهل يجوز للاخ المنع وعدم موافقه ابيه على هذا الرجل؟ هذا محل تفصيل. اذا اراد الابوان تزويج البنت من فاسق واخوها لا يرضى بذلك، فانه يتدخل في الموضوع بالاسلوب الحسن، ولا يكون منه سوء ادب مع والديه، بل بكلام طيب، ويقول لهما ان هذا اخذته كذا واخذته كذا واخشى على اختي من كذا وكذا، فينصح لهما والبنت بما يرى، ولكن لا يستعمل ما لا ينبغي مع والديه، لان الفاسق يجوز ان يتزوج غير فاسقه عفيفه اذا كان ليس بكافر، فهو لها ان يتزوج عليه ولابويها يتزوجها عليه اذا رجع بذلك لا باس، وان كان ليس قرا لها لكن يجوز ان تاخذه وان تزوج عليه، كما يجوز للقرشيه والتميميه ان تاخذ مولى عتيقا او عجميا وان كان ليس من جنسها في النسب، لان اكثر الناس عند الله يتقاه، فلا باس ان يتزوج العجمي من العربيه ومن القرشيه ومن الهاشميه، فيجوز ان يتزوج المولى العتيق ومن يسمى خليل بمن هو معروف القبيله كقرشيين او تميميه ونحو ذلك، كل هذا لا باس، فالعمده بالتقوى، انا تركوا ان الله يتقاه. لكن إذا كانت البنت ترضى به وأبواها يرضيان به ويخشى عليها لو منعت أن تقع فيما هو أكبر، لأن بعض الناس قد يمنعها من شيء يراه خيرا لها، ولكن قد تقع في الفساد، قد تقع في الزنا، وهذا أكبر، فينبغي النظر في هذا وعدم المجالس في مخالفة الوالدين والبنت بأمر لا يحفظ. أما كان لا يصلي هذا لا خير فيه، لا يزوج. لكن إذا كان عنده قسط آخر ويصلي مسلم، لا قد يكون مستهم بالخمر، قد يكون يدخن، قد يكون يأخذ من لحيته، قد يكون هناك أشياء أخرى ينتقد فيها، هذا لا يمنع من تزويجه، هذا لا يمنع من تزويجه، لكن إذا وجد غيره منه خير منه هذا أفضل. لكن اليوم الشاب السليم قريب، الشاب السليم من هذه الشرور قريب، فإذا أراد الأب أن لا يزوجها إلا بمن هو كامل ليس فيه شيء من الذنوب، فيخطب عليه ذلك وتبقى عنده بنت سنة طويلة وربما بقيت إلى آخر الدهر، فينبغي أن ينظر في ذلك ويختار لها من هو أقل شرا ومن هو أقل بلاء، ولعل الله يهديه بعد ذلك بالنصيحة والتوجيه. أما الكافر لا يجب أن يتزوج كافرا لا يصلي أو معروفا بسب الدين أو معروفا بالإباحية، لا يجب، لا لها ولا لأبويها، حتى لو لأبوها لا يجب، وحتى لو لأخيها لا يجب.